مصدقا بكلمة من الله. ودائما الحقائق يا أخواننا الإيمانية عندما تعرض، في إنسان مباشرة يؤمن بها، وفي إنسان يتباطأ ويتلكأ ولا يكرم بالإيمان الفوري. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام عندما أخبر كل واحد دعاه كانت له كبوة إلا سيدنا أبو بكر الصديق. فالمسارع إلى الإيمان رضي الله عنه ليست قضية أن يتضح لك الحق وأن ترزق اتباعه. اللهم أرنا الحق حقا، ومو بس حقا، وارزقنا اتباعه، لأن هناك من يرى الحق حقا ولا يستطيع أن يتبعه. فكأن الله يقول هناك فضيلة لهذا المولود، الله يجعل أولادنا ممن يسارعون إلى الحق والإيمان به. هناك فضيلة للمولود الجديد، وهو أنه يؤمن بالحق ويسارع إليه. وقد سبق بهذه الفضيلة في الأولين سيدنا يحيى، وفي الآخرين أبو بكر الصديق رضي الله عنه والسيدة خديجة. السيدة خديجة، قلت لأخواننا الكرام عم بدرس يعني مبحث في العقيدة، فمر ذكر السيدة خديجة رضي الله عنها، أنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده هيك على الهامش، قد اهتز من قضية الوحي، ما ذهب إلى أبي بكر، مع أنه أبو بكر مين؟ صديقه قبل الإسلام، قبل أن يكون نبياً يعني، ما ذهب إلى أبي طالب الذي كان يرعاه. أين ذهب لما وقعت معه المشكلة؟ إلى زوجته. الله أكبر، معناته زوجة في منتهى الرزانة. يعني المشاكل الصعبة عادة لا تشرح للزوجات، لأنه لو أنا بدي أروح عن زوجتي يرجف فؤادي، بتقول لي مرتي هلا أنت هلا بدك تعمل شيخ، بتروح بتقعد بغار حراء شهر كامل، طيب خلص عود صلي هون يعني هيك بيقولوا النسوان عنا. تمام يا أخوانا، فنوبخ إذا تبعنا قضية أو حقا، إنه طيب أنت دائما بتطلع بتحط لي أكل وشرب، بتطلع لي على غار حراء وبتختلي، أي إجباري بده يصيبك هيك؟ طيب خلص عود عبد بالكعبة، هاي الكعبة، أنت أفهم من فلان، أنت أحسن من فلان، أنت أعلم من فلان، مظبوط؟ هيك بيقولوا. شوفوا الزوج الرائعة، جاء يرجف فؤاده، ما قلت له كل يوم وأنت جايني بمصيبة، كل يوم وأنت آتيني بمشكلة، يرجف فؤاده، وقال لها لقد خشيت على نفسي. قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا. الله أكبر على المرأة، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، ومن هذا وصفه لا يتخلى الله عنه. لثبت سيد الخلق الذي ثبته امرأة وليس رجلا، لكن امرأة تزان بكثير من الرجال فتفوقهم. لذلك لا تستغربوا أن ينزل جبريل بمهمة سريعة على جناح السرعة. شو بده؟ يا رسول الله أقرأ خديجة من الله السلام. شلون تحملت؟ شلون تحملت؟ واحد بتقلي فلان بيسلم عليك بيطير عقلي، عم تقلي الله عم يسلم عليك. قال يا رسول الله أقرأ خديجة من الله السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا تعب فيه ولا وصب. القصب هو اللؤلؤ المجوف. الله يجعل أولادنا وبناتنا ونساءنا على هذا المستوى الرفيع من العقل والرزانة. لذلك لما قيل لرسول الله، قالت له أحدى أمهات المؤمنين أظن السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت أبدلك الله خيرا منها؟ قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. الله أكبر، فعال النبي عليه الصلاة والسلام للسيدة خديجة. تمام يا أخواننا، إذن سبق إلى الإيمان، سبق إلى الإيمان في الأولين دراسة الإيمان بالحقائق دون تلكؤ، يحيى في الأولين عليه السلام، وخديجة وأبو بكر رضي الله عنهما في الآخرين.